السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمشاهدين الكرام في قناة أبو ياسير جيمر. عدت من جديد في فيديو جديد. نعم، موضوع الفيديو هو أننا سنفاعل مرحلة سنذهب إحدى مسابقات في البحر، سنحدد في الخريطة إن شاء الله المكان هنا. نعم، نفعل هنا انطلاقات المسابقة. نعم، لكن قبل أن نبدأ أصدقائي لا تنسوا اللايك للفيديو ومشاركة القناة مع الأصدقاء كي أستطيع أن أتيكم بالجديد دائما إن شاء الله. كما تشاهدون خريطة كبيرة جدا. نعم، سنفعل فيها عدة فيديوهات إن شاء الله. نعم، سأحاول الآن أخذ إحدى السيارات لكي أتمكن من الوصول إلى المكان المعلوم على بركة الله. نعم أصدقائي، سنبحث عن إحدى السيارات وننطلق في رحلتنا الجديدة. نعم أصدقائي، لا تنسوا اللايك للفيديو. والله أصدقائي ما أخذ شيئا مقابل للفيديوهات وللمشاركات، حيث أن القناة لا زالت في المدة التجريبية. نعم، سننطلق مباشرة على بركة الله. سأبحث عن السيارة. التفت إلى هذا الاتجاه لو أجد سيارة. نعم، دعموني باللايكات أصدقائي، شاركوا القناة مع أصدقائكم تحفيزا لي في القناة فقط. نعم، سأخذ السيارة من هذا الشخص، هذا ضروري. نعم، قم بفرار بهذه السيارة مباشرة، حيث أني أزلت صوت اللعبة وتركت الصوت الخاص بي فقط لكي لا يكون الفيديو مجعد. نعم، سنشاهد كيف ستكون هذه الرحلة. نعم، أجواء رائعة، طريق طويل بهذا الشيء، سيارة وأجواء المساء كما تشاهدون، غروب الشمس. لكن أصدقائي إذا لاحظتم شيئا في الفيديو فاكتبوا لي في التعليق. كما تشاهدون أجواء الغروب، وكيف ستكون هذه المسابقة في الشاطئ، مسابقات السباحة. الآن سأذهب وأوقع وثائق السباق، وبعد سنشاهد الفيديو كيف ستكون هذه المسابقة ومن سيفوز في هذه المسابقة. نعم، تماما، بسرعة لكي نصل إلى المكان المعلوم. نعم، بسرعة. تمام، سأقوم بنقترب من المكان أصدقائي كما تشاهدون. نقترب من المكان، ها
لكن هنا ببطء لكي لا أتسبب في حادثة سير. وإن تسببت في حادثة سير لن تكتمل المهمة التي سأقوم بها. يجب أن أصل إلى المكان بدون حوادث لكي لا تأتينا الشرطة ولم نتمم المهمة. نعم، كما تشاهدون وضع غروب الشمس ونحن نقترب الآن من البحر. الأوضاع جيدة. نعم، سنخفض حيث أن هذه خصيات الموسيقى، ولكن أنا ألغيت صوت اللعبة نهائيا. نقترب. نعم، الأجواء جيدة ما تشاهدون. نقترب من المكان. غروب الشمس. نعم، نقترب. نعم، سأرجع إلى اليمين. وصلنا إلى المكان المعلوم. هذا هو النقطة الرئيسية للمسابقة في هذا الاتجاه. هنا سأوقع وثائق السباق لكي أشارك في مسابقات السباق. سألف إلى اليمين هذا الشيء وأنزل من السيارة. تماما، هذه هي نقطة البداية أصدقائي. نعم، كل هاد اللاعبين لقد وقعوا وثيقة السباق وينتظرونني لكي أوثق أنا أيضا. وسنبدأ المباراة إن شاء الله. سألف وراء هذا المكان وأجد موثق الوثائق هنا. تماما، ها هو، اقتربت منه. تماما، السلام عليكم، أنا أريد أن أشارك في المسابقة. نعم، سأوثق. تماما، سأوثق. هكذا المروحية أتت. أيضا يوجد صحفيين ومصورون في هذا المكان. ستبدأ المباراة إن شاء الله تعالى على بركة الله. سأجهز نفسي. نعم، عداد البداية سيبدأ. نعم، 2-1 الانطلاق. لماذا أتوقف؟ نعم، سنبدأ المسابقة لكن لم أنجح في هذه المسابقة الأولى. سأكررها مرة ثانية وسأفوز إن شاء الله أصدقائي. نعم، بسرعة 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 بسرعة. أقترب أقترب من المكان معلوم. أقترب من مكان معلوم. السباحة في الليل كما تشاهدون. أجواء المساء أجواء المساء. بسرعة 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 بسرعة.
بسرعة. أجواء المساء، لكن لم أتمكن من هذا اللايف. هو سبب لماذا أفعل اللايف؟ تأخرت بسبب تفعيل اللايف كما تشاهدون. تأخرت بسبب تفعيل اللايف المباشر. نعم، سنكررها مرة ثانية. نعم، سنكررها مرة ثانية. نعم، لم أتمكن من إتمام العملية. لم أتمكن من إتمام المرحلة، سأكررها مرة أخرى كما تشاهدون. نعم، لم تبقى لي قوة لكي ألحق بالخصم. نعم، سأكررها مرة أخرى. العداد يقول الآن على بركة الله. بسرعة بسرعة بسرعة، الآن سأحاول أن أجتاز هذه الخطوة. لن أفعل البت لكي لا أنقطع عن المباراة. أنا الآن سأتجه إلى النقطة الصفراء بسرعة بسرعة بسرعة. هكذا سأكون في المرتبة الثانية إن شاء الله. بسرعة 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 لكي أجتاز هذه المرحلة. الآن نقترب من النقطة الثانية وسنخرج من شاطئ إلى اليابسة ونتمم السباق بالدراجات الهوائية. وبعد نتمم السباق جريا، نعم نتمم السباق بالفرار إلى نقطة النهاية. الآن نقترب من الخروج من الشاطئ إلى اليابسة بسرعة. أنا في الأمام، أنا الآن في الأمام. بسرعة بسرعة بسرعة. نعم، بسرعة بسرعة، أنا في الأمام. قم بالفرار بسرعة، أنا في الأمام. أنا الآن في الأمام أصدقائي كما تشاهدون. الآن سأقوم بالفرار إلى الدرجة الهوائية مباشرة. ها هي في الأمام. بسرعة بسرعة إلى الدراجة الأمامية. نعم، اضغط على إف، حرف إف. بسرعة بسرعة تماما. يجب أن أقوم بمتابعة هذه النقاط الصفراء لكي أصل إلى المكان بسرعة. تزوجت أنني لم أتمكن من زر تشغيل السرعة في الدراجة الهوائية، لكن لا بأس لا بأس لا بأس. لم أتمكن من زر من الكيبورد زر سرعة الدراجة الهوائية، لكن لا بأس.
مهما ذلك سأكون أنا في المرتبة الثانية. نعم سأتجاوز هذا المكان. نعم لم يبقى إلا القليل. بسرعة بسرعة يا درجتي الجميلة بسرعة بسرعة. لم يبقى إلا القليل نصل إلى المكان الذي سنقوم بإتمام السباق جريا. نعم لم يبقى إلا القليل أصدقائي. إلى اليمين هكذا بسرعة بسرعة يا درجتي الجميلة. لا زال هنا شخص ما لكن ليس هذا هو المهم. المهم هو النهاية. تماما لم يبقى إلا القليل بسرعة أن نقترب من المكان المعلوم. يبقى لنا شارع واحد لكي نصل إلى المكان بسرعة. لم يبقى إلا القليل أصدقائي أعزاء. لم يبقى إلا القليل بسرعة بسرعة. إلا القليل نقترب من المكان المعلوم. يبقى لنا شارع اليمين. نعم شارع اليمين نقطة النهاية في الشارع الأمامي على اليمين. سننتهي من مرحلات الدراجات الهوائية. نعم وصلنا إلى المكان. سنتمم جريا سنتمم جريا. يجب أن لا تصطدم مع شخص ما. إذا اصطدمت مع شخص ما ستخسر المباراة. يجب أن تركز بسرعة 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 اليمين بسرعة. يجب أن لا تصطدم مع شخص ما. إلى الأمام لم يبقى إلا القليل لم يبقى إلا القليل بسرعة بسرعة. لم يبقى إلا القليل أصدقائي بسرعة بسرعة. سأزيد في السرعة. أنا الآن مرتبة ثانية كما تشاهدون شخصا في الأمام. الآن أنا في المرتبة الأولى لكن المرتبة لكن هو في المرتبة الأولى. ركز على الجري على الفرار. لكن أنا في المرتبة الثانية أصدقائي كما تشاهدون. نعم وصلنا إلى نهاية الفيديو أصدقائي. لا تنسوا اللايك الفيديو ومشاركة القناة مع الأصدقاء. أكتيكم دائما بما هو جديد وجميل. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم. سنحاول في الفيديو المقبل إن شاء الله أن نفعل فيديوهات أخرى إن شاء الله. ما تنسونا باللايكات أصدقائي. لايكاتكم الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.